أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن تقديمها لملف بعنوان الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير القندورة والملحفة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي الغير مادي للبشرية. إذن هذا الملف بدينا يعني ميدانيا، بدينا في الأشغال الميدانية، بدينا في ماي 2022 في الشرق الجزائري ككل. جندنا كل مديرية الثقافة والمؤسسات الثقافية. قرابة السنة من تحضير الملف، جندت فيها وزارة الثقافة والفنون عديد المؤسسات والمراكز ومختصين لبلوغ الغرض. راكم شايفين العام اللي فات في ديسمبر 2020 تسجل الراي بين الشعبين من الجزائر. الحاف، خيط الروح والمسايس وغيرها من عناصر الزي النسوي الاحتفالي على موعد مع التصنيف في لائحة التراث العالمي للإنسانية من طرف منظمة اليونسكو. وتستمر وزارة الثقافة والفنون حملتها لحماية وتثمين التراث الثقافي بشقيه المادي واللامادي.